أعلنت مصر بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة وخلال الفعالية الفنية التي نظمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل إلى أنه خلال فترة وجيزة تتمثل في 14 شهر فقط شهد موقع المحطة النووية بالضبعة خمسة معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع